اكو جهازين بالعلم دائما يستخدموهم، هو سحول مايكروسكوب او يسحوه بالعربي ميكروسكوب اللي هو المجهر، واكو جهاز الاخ يستخدمون بالفضاء يسحوه تلسكوب. شنو هذول شغلهم؟ شغلهم يفيدنا بروحيتنا. المجهر كل شيء كلش دقيق ما تقدر تشوفه بعينك، تخلي جوا المجهر يطلع كبير. التلسكوب بالعكس، تشوف اجرام سماويه كبيره بالفضاء تشوفها هالقدوته. اكو شيء كبر اكو شيء صغر. اليوم لما نكون احنا فريسيين واحنا قد اقولها صايرين احنا 99% فريسيين، خطايانا اغلاطنا نشوفها بالتلسكوب. ايش قد هي كبيره؟ شوفها القدوته. بس اغلاط الناس دائما نخليها جوا المجهر. وايش قد هي صغيره وما تنشاف؟ نظل نكبر بيها الى ان نسويها قضيه. المشكله اليوم اذا استخدمنا هالاجهزه راح نتعب. اليوم يسوع يعطينا هذه الحريه، التحرر من النظره، لا تكبير ولا تصغير. التحرر اصلا من النظره، انت حياتك الك، ما تهمني. بالمعنى ما تهمني انه ما اني شغلي انه اتدخل بحياتك وافضحك واذيك واجرحك واسوي هواي امور. اكو ناس فنانين، اكو ناس عندهم قابليه على تنظير الحروب، قابليه على خلق الحروب. لحظه واحده يدخل بيت خلق مشكله وطلع. بس يشمر بذور الشر. مثل اكو شاعر فرنسي اسمه بودلير طلع ديوان شعر سماه ازهار الشر، بذور الشر. ليش عندك بذور شر؟ ليش ما عندك بذور النعمة؟ ولهذا أخوتي وأخواتي اليوم لا تصيرون مثل سمعان الفريسي. ديروا بالكم، لأن سمعان الفريسي عنده مجهر، باوى على هذه المرأة الخاطئة، قام يحسب خطاياها، قام يحسب، خلاها جوا المجهر، وقال لا يعرف يسوع، لا يعرف هذا المعلم، يسوي نفسه نبي، لا يعرفها، ما كان طخ بيها وما خلاها تلزم، بس هذا مو نبي. شوفوا باعوا المجهر، باعوا المجهر السلبي، التعس اللي موجود في عيوننا وفي قلوبنا. اما يسوع شو يسوي؟ ما يدير بال، مسح كرشي كبير. شوف ايش قد كبير حياته، ايش قد كبيره خطايا هوايه، كلها تلسكوب ولا شافها يسوع، شافها القدوته. يلا روحي انت، روحي فرحي انت، ايش قد ما حبيتي انغفر لك. واو. فخلونا نشتغل على التلسكوب احسن، خلونا ايش قد ما تصير مشاكل جيراننا وقرايب وغيرها وغيرها، لا نجي نقول خطيه الدنيا كلها راح تنقلب، لا، سووا صغار. بقوا الامور بيد الله. الله راح يعلمنا شلون نشوف هالمآسي بعيون طفل. لانه بالنهايه احنا راح نكون شنو؟ نكون بحضن الله. فخلينا نشتغل على الحضن. خلونا نشتغل على هالامور اللي سوتها اليوم هذه المراه الخاطئه. شعرها، فمها، جسدها كله اتطهر. ليش؟ لانه عندها حب جوه عميق. اليوم نحتاج لهالحب اخوتي واخواتي، ما نحتاج عقل، ما نحتاج تفسيرات، ما نحتاج اجتماعات كلها افكار غبيه مثلنا مرات تكون، نقعد نفكر هذا هيك سوى، ذاك هيك سوى، غيرها، حتى ما نبين انه احنا الغلط واحنا لب الغلط. فخلونا نتأمل بالطهارة بالتنقية، وهذا القربان هسه موجود هو يسوع، لازم من تجون تاخذوه مثل المرأة الخاطئة، تجون بلهفة بسرعة اللقاء، أريد أهبط في مطار حبك يا رب. كافي كافي مكانات كلها متعرجة وتعيسة نهبط بها، خلونا هنا، هذا هو مطار، هذا هو قلب يسوع، اشتغلوا عليه، اشتغلوا عليه حتى نوصل القداسة. لحظات صمت.